شوكا اكري انسان مشرك نبي كافر بيت ان مشرك بيت وكافر نبي شون كافر اوك حقي بوروشن بو بيتو اما قبول ينكر بي بلان مشرك مثلا ابو جهل اوانه بيش لا نزول القران مشرك بو اما كافر نبون دوايك القران هاتو حقي بوروشن بو بون بمشرك كافر بلان استا ام مسلمانا لبر ام عذره كإقامة حجة نبوة بسريانة بل كي بأكثر يعني جيجي الرحم هسب مشرك بجين كافر نبينا سوا كتب يعني جيجي الرحم هسب مشرك يعني بل إني لكم ناصح أمين خطاب بمشركين أي فرمو حضرة الصالح أفن أمين ناصح أمين موقات أفن إن الله لا يغفر أن يشرك به أها أولا كيوا حج كسكني مثلا أويك مشرك به غفراني خوا بس لا اجرا ناكريت بلا جاء اگر دقت بكي اول السوري ناس سوري نساء دو جار هاتوا ان الله لا يغفر ان يشرك به سياق ايا كان تماشا اكي ام ان يشرك به يلا دو اقامه حجته يعني افرمي اعظم ظروفه مش ادعاني اتواني سوري ياسين سوري نساء هم الى اول تاخر تماشا بك ام عدم غفران بو الشركة وقت تماشاكي الشركية واقامة حجت بسر شخصك ابو افرمي جاء ميتر قابل قزشتن يا اما مشركي قوى تبلغي ونكراوة اويك للسورة اسراء افرمي وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول مشرك هس بل اويك قرآن نازل بي اما افرمي ها رسول ننيرين تعذيب جناتين هس ولا يتريجو او ناسي كبيغمار اخوة عليه الصلاة والسلام بويان هات افرمي مگرنا فرمي رحمة للعالمين تو هاتوي مگرنا فرمي تو من ناردوا بو همو خلق كأوش أو سراجي منيرا أو بشيري نذيرا أو رحمتي أو تشيو أو تشيو ناصحة وأمينة أري والله مشرك تا نبوة بكافر يعني تا إقامي حجتي بسرانا كراوة واجبة لسر داعي فبو كافر شب رحمتك يا مسلم أول رحمتك نسبية كالد وأساسا تواوي أواني وقرآن خصص يعني أجريني توا لوانن كشري إخوان قبول بو شريك يعني بقرار دعوة لسرو أساسا بالنسبة لأمتنا أم مخصوص مطلقة يعني هرشي كافر هي مشركة أما هرشي مشركة كافرنية أما بو أم زمانا كعدية ليش بيابن وابور يعني بوجود إخوانية جابت أم مخصوص من وجهها يعني أكره مشرك بيتو كافرنا بإقامة حجتنا بو بسريا أكره كافر بيتو مشرك نبيت شون هر باوري بوجود إخواني أما إقامة حجت بو بسريا أكري هم مشرك بيت هم كافر بيت كإقامة حجت بو بسريا أكري نم مشرك ونا كافر كموحد ومؤمن أما أمانيان أم زمانة بيابو بلا أما كدليل قرفة ماذا إما وقتك ألين بكسيك مشرك وصفك بو سابتكين يا ألين مشركي فترية يعني أصلا دعوتي فينا قيوه يا بيجي وبجورة البيان غيان دوق زورق ل هنا خلكي أفريقا وأمريكا وأنا لتبقي خوار وأنا وأنا كأتوان مطالعات وش يعني زور بيه كوايان معرف كل وبيغ مري خوا عليه الصلاة والسلام معاذ الله رهبري عديك كتبوا هات داعم بمل أوروبا وخوي دارو دسيل دوا يا لقرون دوا يا وشفاء يعني كدو فارد حتى سرود يعني دانا وخلق إخواننا وجوراني إهانة لكن أمانة تبليغ يعني بينا كراوة كساني جوا معرفي كراوة بيان كامل يبثر بو هني بكم تواوش تكان روشن بيتو يا مشركي فترية يا نا مشركي كوا معذبة اتمام حجة كراوة بس يعني وقت يقالين مشرك أبي بزين كام مشرك قالين أو اي كمشركي فترية نين لقلياتها أحكام صادر كين لباري أصلا القرآن ايش تماشاكي لباري مشركي فترية زور كم بياني هي مثلا يكي وقع وآياتك أفرمي ما كنا معذبين كم زور لما زور يعني تو استوعب ثابتك كأم من ثقيش تعرف في ترد بيشواني هشت هيش من أوتر أما لباري أو أنا وكمشركي فترين موزع من أما يك بر لو بجين بيان حكمي كمان لباري أنا ويا غيري أو كبرين ناشن الجهنم معذبين وقت كيش جين بيان أجر بعنواني داعيك بحكمة بجين بيان لفترة درج استعيت سر بشيدو مشركي بواقام يحجت كلاه بس لك وصفي كافري شي هي كا او يشكو احكامك مشخصيه بوخي يكي يكيش اويك كسانك وعمل الشرك كان انجام ادن مكان مسلمانا اما يقينش ينهز بلى يقينش ينهز كاما صحيحه بلى بس صحيح يا زلمه يا رب اعتقادي قاطع يا نزل اخي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اجي انسان حكم نكا بيك ايتي بيك أو حرفي برواب بيك حرفي نبي كافر بيك كافر نبي بلى معلوم
وفيك أحد وانيا بس أبي يا رسول الله بنسوك تو إني توا أبي إنسان إيماني نبت بما أوتك يا رسول الله أوت صحيح به يا صحيح نبت يعني حالين أبونا يا جم كتو ناجي هركس أمانة عمل الشرك أكن أمان بيان ناويلت مشرك شونك أوت عملك يان كمه أمان أوت بتوا معناه نشونة ناو أوت إنو عمل كفر ويا من يجب ان يكون الانسان بايتك لا يتكلم القران حكم نكات يا بروا بيك حكمي بكافر بيك نبوشي وا استنباط خير من وتم سورتك للسوري شرك نيه للقران بيان كرابي ونا مسلمان انا نبي نموت كما مساله لرا عدم اقامه حجتك اقامه حجت اتمام حجت نكرا بس المسلمان انا جاب بوشي ناوي يجري بيان مشرك سؤالك هل ما وهشتا كمن شون بجي دليلك عليهم شرك مرتكب اما ناوي يجري مشرك ما قرنا يجري مثلا نصر فهو ناصر قتل فهو قاتل فعل كان جاندا اسم فاعل مدرسك بوشي تولي لا علي اشرك لا بلا مشرك اما لبر اويك بويا او دو لقى كم هاوردو لمشرك وقتي وصفي مشرك بكاربي بوكسيك مترتباتك موزعك خاص لبرابر يواجيري ليرا من موزع لبرابر ام مسلمان هو مرتكب عمل كان يشرك بو اما كلفيش اوتم كم مسلمان حسيبكم نا وجدي في مشرك چونك وتم مشرك ابي نوع الروابط اللي قال يا تنظيم كم اوجدت عملي الشرك انجام ادا وقت يك اوجدك بعنوان داعي انسان قساك كاو اقتزاي اوك هوب بمو ملايبم اما اگر بعنوانك سوى داري على خلي قال يا ظلم مشرك حكم صادر كرو بس يا قزاوتم كرو لباريو ام جربه مترتبات يك بي يا بمشركي فتري حسابكم يا بمشركك حسابيكم ك روبروهم لقال يا إقامة حجت بو بس أبيتر بشدل لقال يا رسابك مؤمن نأ بس دليلك يتسر أما تشون من لسر أساسي كانها دليل قطعي للشريعة كسيك ومعزور بيت بقناه كاري نازانم كسيك معزور بيت لشتيكا إقامة حجتي بسران كرابي مرتكب اشتيبه بقناه كاري نازانم و ام مسلمانان كم مرتكب الشرك ابن لسرم اساسا من كلمه مشرك جان بو بكارنابم چونك كلمه مشرك مقتزي او كم مواقف ومواضع معين ده برابر يعني بيري لسرم اساسه كم فرق خمد بيني او جمله طلبا ك كلم شرك مرتكب اما انا مشرك ام فاس اساق اقامه حجت بو جماعه المسلمان حرف وستيشيان يا رسول الله بلاتو اوتنابل بمشرك بلا اقامي حجت بوجورك من الشرك بلا كبوجورك توضيح داي ايضا خم بوخم من بوخم ايضا خم بو معنى بلهم يا رسول الله اتر خم معتقن كافري جب بلا من بوخم روش نواشا امر اوتن منك بعنوان نفلكي مصمع اتوانك تشيتو بيرم شون غاية من بعنوان نفلكي مصمعني من بعنوان نفلكي موحد اتوانك تشيتو كتو مشركي بهنم يعني اقامي حجت بو اقامي حجت بو تو اقامي حجت بو تو جاء وقت ما شايك شكي يعني مثلا كبير يا رسول الله شكيش هل اوت الربادي اوت توي هاد اقامي حجتي هاد اقامي حجتي او شري جت يا رسول الله جوا كافريت ام باشا او كافري وانيا اتم من كان انسان كي موحد من اتوانا من خاو كشبير البت او ايش تاكيد كم او اقامي حجتك كم وتم بل او اقامي حجتك تو اجبا يعني تقامي حجتك اقر كسي او جو روا من اقامي حجت بو بس هديا يترك كافر ومعامله كافرين حتى اهل الكتاب اللي قالنا كره شونك اهل الكتاب دروس الجنيان اللي بخوازري اما او دروس ما او دروس نيه بلا ما اول زورك من اوانيك واقامه حجته بس هدي انا اكره شونك يك يك للشبهات اساسي وانا على اقامه حجته كره او سا اجازه كاكثر علماء امت حد اقل عالم زمانه لكم يبلز الام زمانه عالم اصولي اخيره اكثر علماء امات يا تصريحا يا سكوتا مؤيدي اما بون كهوار بكري در نتيجه شبهي زور قبي علي تو بم قو قيافته علي دروسني ام قشت عالمانه علي دروسه كابو معذوره من حقي بيتم شنك مثلا لهزار دان عالم نوصو نو نو يعني علي دروسه يك دان اوش تازه بمقايسه لقلوان هر قابل ذكرني على دروسني ده نتيجه بو انسان عاميه بيچاره نعم نعم او مجبور ومعذور وعذر قوي شيء ده نتيجه ام زمانه زور كم اقامه حجه اكره